بيحلم ولما هخرج هعمل حاجة ما حصلتش. فده حلم قاعد يدغدغ مشاعر السلطان حسن طول فترة سجنه، ولما خرج كلف بايلك وبالتكليف ده I want something impressive. في حين ان الرواية بتذكر ان الامير بايلك هو اللي بيحب العمارة من صغره، وهو اللي في عقله الباطن بيحلم بانه يعمل حاجة ما حصلتش، وهو اللي اقنع السلطان حسن بانه يعمل حاجة زي كده. الفرق ما بين الحقيقة والخيال. ده سؤال صعب بقى، يعني طبعا الواحد مش هيقدر يخش جوه الناس قوي. احساسي الداخلي ان هو كان شعور متبادل بين الاثنين، يعني في واحد المهندس اللي نفسه يعمل حاجه طبعا تفضل وتبقى فيها اسمه وفيها تخليد ليه، بس اكيد برضو الحاكم اللي هو شجع المهندس وقدر يديله الفلوس اللي تكفي ان هو يعمل حاجه كده. فانا حاسه ان هي يمكن الاثنين مع بعض. يمكن اي عمل جميل محتاج الحاجتين، تشجيع الشخص اللي هيقدر يمول وهيقدر يجيب الماتيريال بتاعته، وطبعا برضو محتاج فنان عنده القدره والصدق انه يقدر يعمل عمل جميل. يعني احس ان هي محتاجه الاثنين. هو الفكره بتاعت بوابه السلطان حسن، لو ريم انت سامعاني؟ سامعه. تمام. هي آية بتفرجك شوية من السلايدز اللي بنستخدمها في المحاضرة. رائعة. بنتكلم جميلة جدا. لا اقفي هنا بقى يا آية، وبنتكلم هنا عن المدخل. اوكي، لا شك ان السلطان حسن هو عبارة عن بوابة، وده يعني اكبر واهم معلم موجود فيه. البوابة بتاعت جامع السلطان حسن، البورتل اللي بنسميها البورتل او الابروتش بتاعه، ما حصلش في تاريخ العمارة في اي جامع تاني، لان شكله اللي هو اولموست كانه طاقية وطالع منها مثلث وبعد كده نازل على قاعدة عريضة مع ارتفاعه الشائق اللي حوالي 34 متر يعني 11 دور، ما تكررش في كل المعالم المعمارية المملوكية حتى اللي كان بيحاول يقلد فيها السلطان حسن. فالطراز بتاع البوابة ده يقال انها جاية من العمارة التركية، وان بايلك جايبها اكتر من مساجد موجودة بعينها في العمارة التركية، عمارة الاناضول.